في الشمس أو تحت المطر تجذب مدينة ليون الفرنسية مزيدا من السياح الذين يتجهون إلى السياحة المدنية التي لا تتأثر كثيرا بتقلبات الطقس. وسجل يوليو هذا العام ارتفاعا بعدد السياح الذين يجوبون شوارع المدينة بنسبة 10%. عندما نزور إحدى المدن نفضل الشمس، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نراها مهما كان الطقس. أردنا أن نرى هذه المدينة وخصوصا نهر الرون الذي نأتي من حيث ينبع. نحن في زيارة إلى ليون القديمة، سنزور متحفين ونكتشف المطبخ فيها، إنها إقامة قصيرة جدا. ليست ليون مدينة نعبر منها إلى أخرى وحسب، بل هي عاصمة سابقة لبلاد الغال، حيث يجب أن تتوقف وتضيع في حناياها فتنسى زحمة الأنفاق وتتأمل التراث المعماري والثقافي الخارج عن المألوف. صورة ليون تغيرت في عيون الناس، لم تعد مدينة للعبور وإنما مدينة للإقامة. والجدير بالذكر هو العدد المتزايد للسياح الأجانب من هولنديين وبلجيكيين وإسبان، بل أيضا من كنديين وأمريكيين، جذبتهم المدينة الموضوعة منذ عشرات السنوات على قائمة التراث العالمي للبشرية.